بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبدأ المحاضرة رقم 9 من كورس تصميم وتشغيل وصيانة محطات رفع الصرف الصحي والخاصة بطرمبات الصرف الصحي والمنحنيات الخاصة بها، وكذلك منحنى تشغيل النظام System Curve. تصنيف الطرمبات: بيتم تصنيف الطرمبات طبقا للتطبيقات التي تخدمها أو الخامات الخاصة بالطرمبات أو السوائل التي تتعامل معها أو حجمها أو مواقع تركيبها أو طريقة تركيبها وهكذا، غير أن جميع هذه التصنيفات محدودة ومتداخلة إلى حد كبير مع بعضها، ولكن التصنيف الأكثر واقعية هو الذي يحدد طريقة إضافة الطاقة للسائل، والذي يمكن معه تقسيم جميع الطرمبات إلى نوعان رئيسيان: نوع ديناميكي، وفيه يتم إضافة الطاقة باستمرار لزيادة سرعة السائل داخل الطلمبة إلى قيمة أكبر من التي تحدث عند الضخ، حيث يؤدي تخفيض السرعة اللاحق داخل أو خارج المضخة إلى زيادة الضغط. النوع الثاني الإزاحة، وتضاف فيه الطاقة دوريا عن طريق استخدام القوة إلى غرفة متحركة لأحجام تحتوي على سوائل، مما يؤدي إلى زيادة مباشرة في الضغط. ويأتي تقسيم الطلمبات إلى طلمبات ديناميكية، وتنقسم بدورها إلى تقسيمات خاصة وتشمل الكريجونيك أو المضخة المبردة، وهي طلمبة فاكيوم تقوم بحجز الغازات والأبخرة من خلال تكثيفها على سطح بارد، وهي فعالة فقط لبعض الغازات، وتعتمد الفاعلية على نقاط درجة حرارة تجمد وغليان الغاز، وتستخدم لمنع ملوثات معينة أو الجيكت إجيكتور أو الطرمبات القاذفة أو النفاثة، وتستخدم طاقة الضغط في سريان السائل لتعزيز الضغط أو التدفق لمصدر الضغوط المنخفضة. الجيت بوستد بامب، وهي طلمبة داعمة لزيادة ضغط السائل، وتستخدم مع السوائل أو الغازات، وتفاصيل المكونات تختلف تبعا للسائل، وعند استخدامها مع الغازات فهي شبيهة للكمبريسور ولكنها أبسط، لأنها عادة تحتوي على مرحلة واحدة من الضغط. الجاز ليفت، مضخات الهواء أو الغاز، وتستخدم تقنية الرفع الصناعية لرفع سائل من الماء أو الزيت عن طريق إدخال فقاعات هواء مضغوط أو بخار ماء في ماسورة الخروج، مما يقلل الضغط الهيدروستاتيكي في ماسورة الخروج مقابل الضغط الهيدروستاتيكي في مدخل الماسورة. الرام أو الهيدروليك بامب، هي عبارة عن مكبس هيدروليكي يستخدم طاقة من سقوط الماء عليه لضخ بعض الماء المسقوط إلى ارتفاع أعلى بكثير من المستوى الأصلي للمصدر، ولا يستخدم طاقة أخرى، وطالما هناك تدفق لمياه السقوط فإن المضخة تعمل بشكل مستمر وتلقائي. البيرفيرال بامبس أو المضخة المحيطية، وهي مضخة تحتوي على ريشة تدور داخل غلاف قناة متحدة المركز إلى حد كبير بين فتحتي المدخل والمخرج، وبما أن السائل يدور بين الريشة والغلاف فإن الطاقة المكتسبة تكون كبيرة جدا. السنترفيوجال بامبس سنتكلم عنها بالتفصيل لاحقا. البوزيتيف ديسبليسمنت، هي مضخات الإزاحة الموجبة، وتعمل على تحريك السائل عن طريق حجز كمية ثابتة منه ودفعه إلى الخروج، وبعضها يحمل تجويف متسع على جانب الشفط وتجويف متناقص على جانب التفريغ أو المخرج. طرمبات السنترفيوجل بتنقسم إلى راديال والأكسيال والميكسد فلو. الراديال بامبس تستخدم في حالات لما يبقى أنا محتاج هاي بريشر ولو فلو. الأكسيال بامبس تستخدم في حالة لما يبقى في عندي لو فلو ومحتاج لو بريشر ومحتاج هاي فلو. الميكسد تبقى أعلى من الأكسيال في البريشر وأعلى من الراديال في الفلو.
والفرق بينهم هو اتجاه الخروج. لو لاحظنا الرسم اللي على الشمال هنلاقي إن الدخول موازي للشفط والخروج عمودي عليه، دي الراديال فلو. بالنسبة للأكسيال فلو الدخول في اتجاه الشفط والخروج في نفس اتجاه الشفط. بالنسبة للميكسد فلو الدخول في اتجاه الشفط والخروج بين 90 درجة الراديال أو بين 180 درجة الأكسيال فلو. أنواع الطلمبات المستخدمة في الصرف الصحي. الوظيفة الأساسية للطلمبات المستخدمة في نقل مياه الصرف الصحي من مكان لآخر اعتمادا على نوعية أو تقنية نقل الطاقة له. والأكثر شيوعا في الطلمبات التي تستخدم هي قوى الطرد المركزية أو قوى الإزاحة الإيجابية، حيث يمكنها التعامل مع السوائل والأجسام الصلبة إلى حد ما. طلمبات الطرد المركزي تستخدم قوة الطرد المركزي لتوليد سرعة لدفع السائل إلى الدوران واكتساب مزيد من الطاقة حتى الخروج من فتحة الطرد، وهذه المضخات تستخدم على نطاق واسع في أعمال الصرف الصحي، ودي اللي احنا هنتناولها النهاردة بالتفصيل إن شاء الله. طلمبات الإزاحة الإيجابية تستخدم تروس أو الأسطوانات لرفع السائل إلى غرفة الدفع ثم دفعه إلى فتحة الخروج. سيتم التركيز في هذه المحاضرة على طرمبات الطرد المركزي المستخدمة في محطات رفع مياه الصرف الصحي، حيث تعمل هذه الطرمبات طبقا لما يلي: السائل المدفع بيدخل من سنتر الفيلوت كيسينج أو الهاوزينج، وابتدي الريش الموجودة بتبتدي تلفه، بيبتدي يتلف مع الريش لحد ما يجي يخرج من فتحة الدسشارج. دوران ريش المروحة بيؤدي إلى دفع دخول السائل إلى الهاوزنج إلى بيت المروحة. تقوم ريش المروحة بنقل الطاقة الحرقية إلى السائل، ويقوم الهاوزنج بتحويل الطاقة الحرقية إلى طاقة ضغط عند فتحة الخروج. مكونات طرمبات الطردة المركزية: سواء إذا كانت الطرمبة أفقية أو رأسية بتتكون من شافت، الشافت بيبقى مركب عليه المروحة، المروحة بيبقى فيها ريشة ريشتين تلاتة على حسب عدد الفانس اللي فيها، وبيبقى المروحة مركبة داخل جزء اسمه الفليوت أو الكيسينج أو الهاوزينج. دي فتحة السكشن، السائل بيخش من فتحة السكشن، بتبتدي الريشة تلفه وتخرجوا من فتحة الشارج ومن الشارج نزل. بيبقى موجود ايه تاني؟ بيبقى موجود كيسنج للطرمبة، الكيسنج دوت بيحوي على البيرنج، ولو هي طرمبة خاصة بيبقى الموتور في هذا الموقع مثلا، او لو شافت هنا بيبقى فيه كابلينج وبعدين بعد كده رايح على الموتور على المحرك. بيبقى فيه بيرنج، في بيرنج علوي بيسموه بيرنج علوي، والبيرنج في النص أو بيرنج النص، وأحيانا بيسمى البيرنج السفلي. لكن الشائع إنه بيسميه بيلي النص، لأن المفروض أما يقول ده فيه بيلي علوي وده بيلي نص المفروض يبقى فيه بيلي سفلي، لكن هو مفيش بيلي سفلي. لكن الواقع أو السؤال ده أنا سألته تقريبا من 30 سنة لخبير أمريكي كان جه عندنا، وسألته ده بيرنج علوي بيتقال عليه أبر بيرنج وده بيتقال عليه ميدل بيرنج، فين اللوير بيرنج؟ قال لي اللوير بيرنج هو حلقات التآكل، جلب التآكل. جلب التآكل أما بتدور على بعضها في جلبة ثابتة زي رمان البلي، وفي جلبة متحركة اللي هي راكبة الثابتة ديت اللي هي بتركب في الكيزنج أو في الهاوزنج، وفي جلبة متحركة اللي هي بتركب على الريشة. ففي الحالة دي أنت عندك جلبتين بيلفوا حوالين بعض نفس، والخلوص اللي بينهم تقريبا لا يزيد عن 2 ملي، فبالتالي أنت عندك زي بيرنج موجود في الأسفل تحت. بدليل إن في الطرمبات الجديدة اللي هما لغوا فيها الويل رينجز أو حلقات التآكل،
وصل انه بيأثر العمود لدرجة انه ما ينفعش انك تركب عليه بلي، خلاص العمود بقى قصير مش طويل عشان مش محتاج له رومان بلي في النهاية خالص انه يركب. في بعد كده ميكانيكال سيلز بيركب او باكنج او حشو، فبالتالي لازم نبقى ممكن نبقى ندي محاضرة في الاخر عن الميكانيكال سيلز والباكنج ان شاء الله. الترومبة في المنظومة بتاعة التشغيل بتاعها ملهاش إلا مكانين أو وضعين بس للتشغيل، الوضعين دول بالنسبة للوتر ليفل، يا إما منسوب المية في السكشن أعلى من منسوب الترومبة، من منسوب الترومبة قلنا منسوب الترومبة بيعني إيه في الترومبة الأفقية؟ بيعني الشافت أو السنتر لاين بتاع الإمبلر، وفي الترومبا الرأسي يعني السنتر لاين بتاع الامبلر. أو الوضع التاني بيبقى في حالة إن منسوب الماء في البئر الرطب أو المية في السحب أقل من منسوب المروحة الريشة بتاعة الترومبا. هنبدأ نشتغل على النوعين ونشرح الكيس الأولانية. الحالة الأولانية إن الوتر ليفل أباف البمب سنتر لاين، انا بيبقى عندي فواقد ناتجه عن احتكاك السائل سواء بالسطح الداخلي للماسوره او احتكاك السائل بالوصلات او القطع الخاص. احتكاك السائل بالسطح الداخلي للماسوره دي فواقد رئيسيه، الفواقد السنويه هي ناتجه عن احتكاك السائل بالوصلات والقطع الخاصه المركبه على الماسوره. معظم القياسات في الرسم اللي قدامي بيعتمد على الديتم لاين اللي هو السنتر لاين، لو الترومبة أفقي زي الحالة اللي عندنا ديت مثلا فيبقى السنتر لاين اللي هو السنتر لاين بتاع الشافت أو سنتر لاين المروحة أو الريش. لو هنبدأ من الشمال هنلاقي أول حاجة عندنا الاتش ساكشن. الاتش ساكشن ده منسوب ارتفاع السائل عن منسوب الديتم لاين أو السنتر لاين. طيب الاتش ساكشن اما اجي اقيسه الساكشن، انا عندي اتنين اتش ساكشن، ايه هو الاتنين اتش ساكشن؟ عندي ساكشن عندي منسوب لتشغيل الترومبة وعندي منسوب لايقاف الترومبة، احيانا الفرق بينهم يبقى 20 سنتي 30 سنتي، واحيانا الفرق بينهم ممكن يبقى متر واكتر. فبالتالي انا لازم ابقى عارف اما يبقى عندي اتش ساكشن اختار انهي اتش ساكشن. هنأجل السؤال ده شوية لحد ما نشرح الإجابة بتاعته بالتفصيل. الـ H suction دوت الـ static head في السكشن، يعني إيه؟ يعني المية اللي راكبة الترومبة اللي محتاجة إن الترومبة تسحبها بحيث إن لو شفت منسوب الـ HS اللي موجود في الرسم هتلاقيه انه ماشي لحد ما معدي ماسورة الضخ وحاطط المنسوب فيها نفس المنسوب هنا، يعني بمعنى اصح ان سواء الترومبة اشتغلت او ما اشتغلتش فهو المنسوب موجود هنا الحتة دي دلوقتي زي ما موجود هنا موجود هنا، ده اسمه دي القيمة بتاعتها او المنسوب بتاعها للديتم لاين اسمها الـ HS أو اسمها قيمة ضغط السحب الاستاتيكي. الـ H static اللي هي اللي باللون الأخضر ديت الترومبة محتاجة إنها تاخد السائل من المكان ده اللي هو في نفس الوقت المكان ده لحد ما ترفعه لحد منسوب السائل أعلى منسوب سائل على خط الطرد. طيب احيانا المحطات بيبقى خط الطرد اعلى منسوب سائل مش موجود في المكان اللي انا بضخ اليه، بيبقى موجود احيانا على خط البايب لاين ذات نفسه، يعني كأن الخط ده ممكن يعلى كده وينزل تاني على المكان اللي انا بضخ اليه، فبالتالي باخد اعلى نقطة على خط الطرد هي ديت
هتبقى ال H static في الحالة ديت بينها وبين ال H suction. يعني بمعنى أصح إن أنا عندي حاجة تانية اسمها ال head discharge. ال head discharge زي ما احنا شايفين هنا، معلش هنقلب على هنا، ال head discharge اللي هو من الديتم أو السنتر لاين لحد النقطة اللي أنا بصرف عليها. في الحاجة التانية ال HMS. ال HMS هي قراءة قيمة المانومتر suction head gauge أو اللي بيقيس المينر لوسز في السكشن. مانومتريك suction head gauge وبيبقى مركب عداد الجيج قبل الدخول مباشرة إلى الطرمبة. بعد كده في ال HMD هي قراءة عداد الضغط المركب على خط الطرد فور الخروج من الطرمبة. المانومتريك ديشارج هيد جيش. في بعد كده عندي ال HFS. ال HFS هي قيمة مفاقيد السحب فريكشن ساكشن، ساكشن سايد فريكشن. دي المينور، المينور لسه قايلين عليها اللي هي الفواقيد الفواقد السنوية الناتجة عن الوصلات والقطع الخاصة، ودي تم حسابها سابقا عند حساب محاضرة ال NBSH available. بعد كده في ال HD اتكلمنا عليها، دي اللي هي بتيجي من السنتر لاين لحد أعلى منسوب أنا بدق إليه أو أعلى منسوب على خط الطرد. ال HD، ال HT إجمالي قيمة الضغط الديناميكي. ال HD يعني الطرمبة في النهاية بترفع منين لفين. في بعد كده المسافة الصغيرة دي اسمها ال V سكوير على 2 G. إذا كانت جاية من السكشن تبقى ال V سكشن، إذا كانت جاية من الطرد يبقى ال V ديسشارج، لأن أحيانا خط الطرد بيبقى قطر وفي السحب في قطر تاني. بعد كده في ال HFD. ال HFD ده الفريكشن المينور فريكشن لوسز في الديسشارج، والحاجات دي هيتم حسابها بالتفصيل. الكيس التانية أخت الكيس الأولانية، الفرق بينها إن الحالة هنا ال HS راكب منسوب الطرمبة، هو بيقاس من ال dead center line أعلى الطرمبة. هنا ال HS أسفل منسوب الطرمبة. لما يبقى أسفل منسوب الطرمبة في الحالة دي معظم المقاسات تاني برضو بتبدأ من السنتر لاين، وبرضو ال اتش اس منسوبها هيبقى ده منسوب تشغيل ومنسوب الإيقاف بيبقى نازل كده شوية تاني. طيب منسوب الإيقاف تملي هو اللي انا باخده سواء الميه فوق مستوى الطرمبه او اقل من مستوى الطرمبه. ليه باخد منسوب الايقاف؟ لان منسوب الايقاف بيعلي لي الاتش ستاتيك. بمعنى اصح شايفين الاتش ستاتيك هنا التوتال قد ايه من هنا لهنا، لان الاتش اس بقى تحت فنزلت له علشان تجيبه. لكن هنا شايفين ال H static قد ايه؟ قلت، لان لو المنسوب تحت كانت ال H static طولت، فبالتالي تملي منسوب ال HS انا باخد منسوب الايقاف بتاعه. وبعد كده هنعرف ان ليه منسوب تاني احنا بناخده عند الضرورة ان احسب ال H static عنده في عند الحسابات بالظبط هنتكلم عليه. دي التعريفات اللي احنا لسه قايلينها، وان ال H static تساوي ال H في discharge زائد او ناقص ال H suction. لو المية راكبة طرمبة هيبقى ال H D ناقص ال H S. لو المية
تحت منسوب الترومبة هيبقى اتش دي زائد الاتش سكشن. برضه الاتش ام التوتال مانومتريك هيد هيساوي المانومتريك قيمة قراية المانومتريك بتاع الشارج زائد أو ناقص قيمة قراية مانومتريك السكشن. دي تعريفات قلناها ال HFS الفريكشن لوسز في السكشن بايب، ال FD الفريكشن لوسز في الدليفري بايب، ال HMS ده المينور لوسز في السكشن، ودي المينور لوسز في الشارج. لو رجعنا للرسمة الأولانية أو الرسمة التانية هنلاقي إن ال H total بتساوي، نرجع للرسمة الأولانية هنلاقي إن ال H total، أدي ال H total بتساوي ال HMD اللي هي دي ناقص ال HMS ناقص ال VS سكوير على 2G زائد ال VD على سكوير G على 2G. دي ال H total اللي هي محسوبة هنا، وكذلك ال H total في حالة الكيز 2. بالتعويض في معادلة ال H2 بقيمة ان ال HMD بتساوي ال HD زائد ال HFD زائد سيجما ال HMD، هنرجع للكيس 1 والكيس 2 وهنعمل substitutions substitute للمعادلة، وهم في النهاية هنشيل قيمة كل HD ناقص HS وحط H static في حالة كيس 1، أو في حالة الكيس 2 إن الترومبة بتسحب من تحت، في حالة ال H static هتساوي ال H D زائد ال H S، ال H static ال H suction وال H static discharge، وبعوض وبتطلع لي المعادلة النهائية بتاعت الحسابات بتاعتنا اللي هنشتغلها بالتفصيل دلوقتي. السلايد الخاصة بمنحنى نظام المحطة أو السيستم كيرف، البامبنج ستيشن سيستم كيرف. كل محطة ليها سيستم كيرف فريد غير المحطة الأخرى، وكل محطة لابد إن مدير الموقع يرسم السيستم كيرف لمحطته، علشان كل شوية أما يبدأ يراجع قيمة التصرف، قيمة الفلو أو قيمة الهيد اللي بيقيسه، أو ممكن يعمل علاقة أحيانا برضو بين الأمبير وبين الهيد والتصرف، علشان يقدر يعرف هو فين من على السيستم كيرف. هو السيستم كيرف أساسا هو علاقة بين التصرف والمفاقيد الهيدروليكية للنظام، ونظرا لأن التصرف إحنا عارفين قيمته، ممكن تبقى محطة تصرفها 250 لتر ثانية ومحطة تانية تصرفها 250 لتر ثانية، لكن المحطة دي السيستم كيرف غير المحطة دي خالص، لأن المفاقيد الهيدروليكية هنا للنظام مختلفة عن المفاقيد اللي هنا، طول خط الطرد وقطر خط الطرد وهكذا، الاستاتيك على خطين. تاني حاجة السيستم كيرف أهميته إن هو بيحدد لي النقطة اللي هتشتغل عنها الترومبة، الأوبريشن بوينت اللي بتنتج عن تقاطع منحنى نظام المحطة اللي احنا هنرسمه دلوقتي مع منحنى ال HQ كيرف اللي بيجي من مورد الترومب. من خلال التقاطع دوت انا اقدر احدد نقطة التشغيل المثالية على منحنى ال HQ للترومبة. تاني حاجة اقدر اراجع اي تغييرات تطرأ على هذه نقطة التشغيل. تالت نقطة، انا لو احتاجت ان انا اركب ترومبة اكبر او ترومبة اصغر، قبل ما اركبها اجيب المنحنى بتاعها واطبقه على السيستم كيرف واشوفه هينفع او ما ينفعش، اقدر اشغلها او ما اقدرش اشغلها. الموضوع ده يا جماعه موضوع مهم جدا للجماعه اللي شغالين في المحطات ولازم يهتموا بيه. هنبدا بمثال
عملي. دي نفس المحطة اللي حسبنا لها السكشن بتاعها في الـ NBSH. دي محطة رفع صرف صحي، مطلوب لها طرمبتين يشتغلوا على التوازي، هنشرح التوازي بعدين. والمطلوب إن التصرف في العدد الاتنين طرمبة يساوي 250 لتر ثانية. وهنلاحظ في المنحنى هنا إن عند الـ 250 لتر ثانية ده منحنى طرمبة واحدة وان بامب، ده منحنى الأزرق ده منحنى طرمبتين، وده السيستم كيرف اللي اترسم. القيمة اللي هنا دي قيمة الاستاتيك هيد بتاع المحطة، ودي قيمة المفاقيد اللي بتزيد مع كل زيادة للفلو، لأن كل زيادة للفلو على نفس خط الطرد بيبقى فيه زيادة للسرعة، والسرعة بتزيد الفريكشن يزيد، سواء داخل المفاقيد الكبيرة أو داخل المفاقيد الصغيرة المينرال لوسس أو داخل البايب لوسس. وهنحسب للمثال ده طريقة رسم منحنى المنظومة سيستم كيرف من خلال الإكسل شيت، والإكسل شيت في نهاية المحاضرة هنرفعه على الموقع إن شاء الله مع البي دي إف. إكسل شيت جميل تستطيع من خلاله إنك أنت تحسب السيستم كيرف وتحدد هيد الطرمبة المطلوب أما تعرف الفلو بتاعها من خلال السيستم كيرف. تستطيع إنك تشتغلها بطريقتين، سواء بمعادلات دارسي أو بمعادلات هازن ويليامز. هنشوف دلوقتي، ده بداية الإكسل شيت بتاعنا. بداية بنختار خامة خط الطرد، بندوس على السهم ده وبحدد داكتايل ايرن اولد او جديد او قديم، وهنا نوع السائل فاول سيوج، وهنا نوع الداكتايل ايرن لو في انواع منه او اول كلاسس زي ما احنا عايزين بنختار من الحاجات هنا. هنا بختار دارسي، ولو دوست على التانية هتلاقيها هازن ويليامز، وهنا هتلاقي ده رايزنج مين خط طرد او هتلاقي تانكس. دي كايناماتيك فيزيكوستي، اللزوجة الحركية للسائل. بعد كده هنتنقل على الانترنال دايمتر، ده خط شي ار بي الخط 400، الانترنال دايمتر بتاعه 413 ملي 0.413 متر، نحط بالمتر. طول خط الطرد 4020 4 كيلو و20 متر. الفلول الترومبتين 250. طب ليه ما خدتش الفلول ترومبة واحدة 125 مثلا؟ لو رجعنا للخط هنا هنلاقي ان انا برسم السيستم كيرف لحد اعلى تصرف ممكن ان انا اشتغل عليه، بحيث ان انا اوصل لحد النقطة بتاعت اعلى هيد دي اللي انا مش هقدر اشتغل عندها. فيفضل ان نرسم السيستم كيرف الاقصى، علشان ممكن بعد كده دي ترومبة واحدة مثلا، دي حالة ترومبتين اشتغلوا بارلل مع بعض، الترومبة التالتة لو احتاجت التالتة هتبقى بالشكل ده، هتخش هنا تشتغل هنا كده، هيبقى فيه هنا نقطة ان انا اشتغل عندها، فيبقى راسم السيستم كيرف. فمش شرط ان انا ارسم السيستم كيرف لحد ال 250، لا انا ارسم السيستم كيرف لحد 300 او 350 كمان، ازود شوية. فبالتالي الفلو عندي 250، انا هاخد نسبة قد ايه من الفلو اشتغل عندها؟ باخد 100% كاملة. دي الفولوستي عندي، الفولوستي بتتحسب طبعا اوتوماتيك من الاكسل شيت، الكيو على الاريا. بعد كده ده رقم الرينولدز نمبر لتحديد نوع حركة السائل. الرينولدز نمبر هو الفيلوستي في الدي دايمتر على الكيناماتيك فيزيكوستي. انا عندي الفيلوستي وعندي الدايمتر وعندي الكيناماتيك فيلوستي، فبحدد القيمه واطلع القيمه. من القيمه ديت هي بتخش في تيبل اوتوماتيك، يقوم يحدد لي الموديل شارت دايجرام او نوع حركه السائل. انا يكتب هنا في الخانه دي ممكن يكتب لامينر فلو لو هو اقل من 5000 رينولدز نمبر، او لو اقل من 100000 هيكتب ترانزيشن فلو، او لو اكتر من 100000
هيتكتب راف تيربلانت. قيمة اللمضة اللي جنبها ديت، القيمة دي لو الرينول سأقل من 4000، قيمة اللمضة أوتوماتيك هتتحسب على أساس 64 على قيمة الرينولز نمبر. لو الرينولز أكبر من 4000، في معادلة حسابية كبيرة موجودة على الإكسل شيت أوتوماتيك هتحسب لك قيمة اللمضة. حساب قيمة الفواقد الرئيسية بخط الطرد بطريقة دارسي، دي دارسي، القيمة هنا طالعة 20.3 متر. القيمة دي جت منين؟ جت من ضرب قيمة اللمضة المحسوبة عندنا في ال L في طول الخط في ال V سكوير اللي عند ال V على 2G في الدايمتر، وبحط القيمة ديت في خانة ال G14 في الجدول اللي احنا هناخده في الإكسل شيت. الجدول التالي ده بيحدد المفاقيد السنوية للوصلات والقطع الخاصة من خلال القانون ال H فريكشن، H فريكشن بتساوي ال K في ال V سكوير على 2G. أنا عندي هنا صف، الصف دوت بارامتر الصف ده، البايب انتري، البيل ماوس، الفالفز، الفالفز الجيت فالفز، النون ريتيرن فالفز، البنس لو في 45 او في 90 او في تي او في تيبر او في اذرز. انا بحط اللي انا عايزه، ومن الخانه الاولانيه دي الرو الاولاني ده النمبر بتاع الاليمنت. عندي كام بامب انتري؟ طبعا واحده. عندي كام بيل ماوس؟ طبعا لكل طرمبه عندي واحده. عندي كام فالفز؟ عندي 3 فالفز، انا مركب 2 على خط الطرد الجيتس، وممكن لو هي ترومبا ويت، لو هي ترومبا دراي هبقى مركب 2 على السحب و2 على الطرد، لكن 2 على السحب يعني ممكن احط الاتنين 4 وبعدين واحد على الطرد عمومي يبقوا 5 وهكذا. النون روتين الفالف يبقى 2، البنت 45 ما عنديش، البنت 90 عندي، 20 كوع موجودين من ساعة خروج الترومبة لحد ما بتوصل النقطة اللي هي بتطرد عندها، ترمي عندها السائل، ضخ السائل نهاية في نهاية الخط. عندي التي عندي 4 تي، عندي التيبر عندي 2 وهكذا. الكي ديت في جداول لحسابات الكي موجودة في الكود المصري ممكن أخدها منها، أو في جداول عالمية ممكن بيتاخد منها، الكي ب2 أو بنص أو ب1.5، كله بيختلف طبعا حتى كمان من كود لكود. الفلو طبعا 250 حاطينه ثابت، البايب دايمتر ثابت، الكروس سيكشن ثابت. فبالتالي الهيد لوسز انا بضرب الكي، الكي اللي موجوده ديت في الفي سكوير. الفي سكوير بجيبها منين؟ بقسم الفلو على طول على الـ على الاريا، تمام، بجيب الفي في سكوير على 2G وبضرب في النهايه في العدد بيطلع لي الرقم دوت. بجمع الارقام دي بيديني التوتال لوكال هيد لوسز او التوتال مينور هيد لوسز. يبقى احنا دلوقتي حسبنا حاجتين، حسبنا المفقيد الرئيسية بتاعت خط الطرد إجمالي 20.3 متر، وحسبنا المفقيد السنوية اللي هي الخاصة بالوصلات والقطع الخاصة اللي على الخط، وطلعت 10.3. الجدول ده هنأجله لبعد ما نشرح الجدول دوت. الستاتيك هيد بتاع المحطة ديت 23، اللي هو الفرق بين منسوب الإيقاف اللي أنا بسحب منه لأعلى منسوب على خط الطرد. وفي الحالة دي أعلى منسوب على خط الطرد طلع هي النقطة اللي أنا بحذف عندها السائل في نهاية الخط، وطلعت الحسبة 23 متر. أول عمود ده الديامتر بتاعي وده ثابت، اللينس ثابت، الفلو، الفلو هنا انا برسم خط الطرد زي ما قلنا هو علاقة بين الفلو والمفاقيد، فبالتالي انا عندي الفلو يبدأ من الزيرو لحد ما بوصل لي اي رقم انا عايزه، لحد اوصل لحد هنا 700 مثلا ممكن. فبالتالي بحط الفلو زيرو وبأرقام كده، ودي نسبة الديوتي بتاعه من الفلو التصميمي بتاعي، وسواء بعلى عنه او بعلى عنه. الفلوستي بتتحسب اوتوماتيك، بتتحسب الرينولدز اوتوماتيك،
المودي تشارت بينزل اوتوماتيك سواء اقل او اعلى، اللمضة بتتحسب من ضمن المعادلة اللي موجودة، الهيد لوسس بيطلع، اللوكال هيد لوسس دوت حسبته بيرجع هو تاني عند كل واحدة من دول، يرجع يجيب الكي من الجدول اللي فوق دوت الكي دي ويشتغل عليها تاني عند كل فلو، عند كل الفلو ده يشتغل عليها تاني، ودي بتتحسب اوتوماتيك. هنا بجمع كل ده وفي النهاية باجي هنا احط ازود ال 23 اللي انا حاططها ستاتيك هيد احطها هنا ابدأ بيها، لان ده الخط اللي انا هرسم بيه الهيد ديوتي، هرسمه مع الايه؟ مع الفلو. بتتحسب الحسبة دي لحد ما وصلنا مثلا ل 325، لان عند 325 هنا لان وصلنا لل 70 بتاعتنا اللي هي هنا او 71 اللي هي هنا اللي هو الشات اوف بريشر. الشات اوف بريشر في الحالة دي بنرسم علاقة بين الديوتي وعلاقة بين الفلو الديوتي هيد دوت والفلو دوت، وبتطلع العلاقة زي ما انتم شايفينها الخط الأزرق دوت. الخط ده بيتقاطع مع ترومبة واحدة، لو حالة اشتغلت ترومبة واحدة هتديك 207 لتر ثانية عند 43 متر هيد تقريبا، أو لو هيشتغل عند ترومبتين الترومبتين هيدوك 250 لتر ثانية عند 53 أو 54 متر هيد. في الحالة دي كل ترومبة هتشتغل عند 250 ديت، كل ترومبة هتشتغل عند 125 عند 53 أو 54 متر هيد. طيب أنا رسمت السيستم كيرف ده بقى لوحده، أعمل إيه بعد كده؟ أنا عندي النقطة بتاعتي اللي أنا عارفها التصرف التصميمي، وعرفت الهيد التصميمي بتاعي من نقطة التقاطع بتاع الترومبتين أو التقاطع مع الترومبة الواحدة أو مع التصرف اللي أنا حسبته ال 250 اللي أنا عايزه. أما رسمت المنحنى ده جه عند ال 250 اللي أنا التصرف بتاعي طلع الهيد 53، فأنا طلبت إيه؟ طلبت أنا عايز يا جماعة ترومبتين يشتغلوا مع بعض على التوازي يدوني 250 لتر ثانية عند هيد 53.6. فقامت شركة الترومبات بعتت لي المنحنى بتاع الترومبة ده وعملته على التوازي، شغال الترومبة تانية جنبه كأن دلوقتي ده في أنا عندي ترومبتين من نفس المنحنى البني ده، فما بيجوا بيشتغلوا بيتجاوزوا مع بعض. هنشرح بعد كده التشغيل على التوازي ازاي، ان المسافة كل مسافة هنا عند الصفر خلاص، اي مسافة هنا كده باخدها بجوز كده، اي مسافة كده وباخد قدها كده، وبالتالي برسم خط تاني مش موازي، خط مقاطع هنا عند نقطة الشات اوف، والسيستم كيرف هنا هو اللي بيحدد لي اما الترمبتين هيشتغلوا هيدوني ال 250، اما ترمبة واحدة هتشتغل هتبقى النقطة هنا والهيد هنا، اما ترمبتين هيشتغلوا هتبقى نقطة التقاطع هنا مع النقطتين والهيد هنا للاتنين، وكل واحدة فيهم هتديك ال 125. فانا ما بدي للراجل بقول له انا عايز النقطة دي دلوقتي، عايزك تبعت لي الترمبة عند النقطة ديت لحالة الترمبتين. فالراجل بعت لي الترمبة دي وراح اجوز لي عامل لي على التوازي المنحنى دوت. انا ارسم دول، اخد بقى الراجل اللي اداهوني المصمم او مصنع الترمبات، اخد الكيرفين اللي هو حاطهم دول او كيرف الترمبه واحده واحطه على نفس المنحنى بتاع السيستم كيرف. حطيته ازاي؟ ان احنا نزلنا البيانات اللي الراجل اداها، ان عند الزيرو الشات اوف 69 متر اهو، عند ال 50 64 وهكذا، وفي حالة اتنين ترومبة بعمل ايه؟ بجوز القيمة دي بتاعة الفلو دوت النقط دي. فبالتالي هنا اترسم الكيرف دوت لترومبة واحدة اللي هو الكيرف البني ده، والكيرف الأزرق اترسم لنقطتين اللي هو ده. فبالتالي أنا عرفت منه حددت نقطة التقاطع سيستم كيرف مع الترومبتين أو التقاطع مع الترومبة واحدة. والشيت الإكسل ان شاء الله هنحطه، واللي عايز اي استفسار بعد كده في شيت الاكسل مفيش مشكله، على نفس الكومنتس البوست بتاعه.
السيستم كيرف ليه تلات أنواع، منحنى المنظومة ليه تلات أنواع. نوع إن مفيش ستاتيك هيد، إن نفس منسوب السائل اللي أنا بسحب منه هو نفس منسوب السائل اللي أنا بضق ليه، فبالتالي ما عنديش ستاتيك هيد، فبالتالي السيستم كيرف بيبدأ من نقطة الزيرو. أقدر أدخل الستاتيك كيرف أمشيه على الخط دوت بالستروتلينج. الستروتلينج بيجي من قلق محبس الطرد، تانيني أقفل محبس الطرد، كل ما أقفل محبس الطرد الستروتلينج يتحرك على الخط ده على البامب كيرف لحد ما أقفل المحبس خالص نهائي، يبقى ده الشت أوف بتاعي. وهكذا أفتح المحبس، النقطة التانية هتتحرك لحد ما تيجي لحد هنا نقطة التشغيل تشتغل عندها، وهكذا. ففي الحالة دي ببدأ سيستم كيرف ببدأه من الزيرو، لأن ما عنديش ستاتيك هيد، نو ستاتيك هيد. ده بوزيتيف ستاتيك هيد، السائل أعلى من منسوب الطرمبة وبضخ في منسوب أعلى، فبالتالي في فرق ستاتيك هيد اتش قيمته اتش، فبالتالي بعلى بقيمة الاتش من الزيرو أحط قيمة الاستاتيك هنا وأرسم الاستاتيك وأرسم السيستم كيرف زي ما اتعلمنا على الاكسل شيت. وبرضو اقدر اعمل ثروتلنج، اقدر امشي على الخط كده زي ما انا عايز. قلنا قيمة الاستاتيك هيد باخدها من منسوب الايقاف للطرمب. النوع التالت ان انا بسحب من منسوب عالي لكن برمي في منسوب ادنى من منسوب الطرمب، ده نوع قليل استخدامه، ولكن لا النوع ده بيخلق لي حاجة اسمها نيجاتيف هيد، ان الهيد بالسالب، ان انا برمي بضخ في منسوب اقل من منسوب السحب، فبالتالي بعرف منسوب الهيد نيجاتيف كام وبنزل بيه تحت الزيرو وببدأ السيستم كيرف كده. في نقطة انا حددت نقطة التشغيل بتاعي، طيب انا دلوقتي عايز اشتغل أجيب الترومبة اللي موجودة ديت، أحط النقطة بتاعتي على اليمين خالص في المنحنى، على الشمال خالص في المنحنى هنا، ولا في الآخر هنا في المنحنى على اليمين، ولا في مدى تشغيل مثالي. طبعا في مدى تشغيل مثالي، الأكواد اتكلمت على إن البريفيرد أوبريتنج ريجون مدى التشغيل المثالي أو المفضل بيبقى من 70 لـ120 من ال efficiency point، ال best efficiency point. ال Egyptian code قال إن ال preferred operating region من 80 لـ110% من ال design head، وإن الترومبة لازم عند 30% على الأقل من ال design flow تديني 80% من ال design head. بمعنى أصح هو هنا عايزك تشتغل حوالين الديزاين هيد بتاعك، وده شيء كويس. جه هنا ربطك ان 30% من الفلو، يعني لو الفلو 100 مثلا، يبقى ال 30 بتاعت ال 100 دي، قيمه ال 30 اللي عند ال 100 دي هنا مثلا لازم تبقى عند 80% من الهيد. يعني بمعنى اصح انه ربطك انك تبقى حوالين نقطه الديزاين، وده شيء كويس ان الايجيبشن كود، بس في كتير ما بيمشيش على الكلام ده، بس الكلام ده مظبوط جدا وكويس. البارلل اوبريشن، في حالة عدم قدرة الترومبة الواحدة على إعطاء تصرف مطلوب عند نقطة التشغيل بي، فإنه من الممكن الحصول عليه بتشغيل ترومبتين أو أكتر تعمل على التوازي وتضخ جميعها في نفس منظومة المواسير، ويفضل في هذه الحالة أن تكون الترومبات متماثلة. طبعا الكلام ده صحيح، ولكن أنا مش في حالة إن الترومبة الواحدة عندها مقدرة أو مقدرهاش، لأن المحاضرة الجاية هنتكلم في اختيار عدد الترومبات بالنسبة للتصرف، وبختار عدد الترومبات إزاي وطريقة الاختيار وحسابات الباور بتاعها، فهنشرح موضوع عدم قدرة الطرمبة الواحدة في الموضوع ده. والشكل المرفق بيوضح الموضوع دوت، ان انا بيبقى عندي طرمبة واحدة اهي
مش قادر أجيب التصرف اللي أنا عايزه اللي هو قيمته ده، فبالتالي بجيب طرمبة تانية بنفس المنحنى بتاعها وبحطها جنبها، بتبقى على التوازي. وقلنا ازاي بنجمع، باخد المسافة من هنا لهنا وامشي بيها قدها بالظبط احط نقطة، وهكذا المسافة من هنا لهنا وامشي بيها بالظبط احط نقطة، وبالتالي لحد ما ارسم كيرف تاني يبقى ده كيرف الطرمبتين على التوازي. وده السيستم كيرف بتاعي، وده الاستاتيك هيد بتاعي. انا عندي هنا للاسف ده الكيرف اللي مرسوم في الكود المصري، والكيرف ده فيه خطأ. الخطأ اللي موجود في الكيرف دوت ان في حالة تشغيل طرمبة واحدة فقط، منحنى التشغيل بتاع الطرمبة مش هيوصل للسيستم كيرف بتاعي. معنى كده هيحصل ايه؟ معنى كده ان الطرمبة هتتنيه، هتلف وتديك امبير وتديك كل حاجة انها شغالة، لكن منسوب المية في البيارة مفيش مشكلة، ما بيشتغلش. بيشتغل امتى؟ بيشتغل اما لانه مش مقابل للسيستم كيرف. بيشتغل امتى؟ بيشتغل اما تخش بالطرمبة التانية، يقوم الطرمبتين كل واحدة فيهم تشتغل عند النقطة دي. فما كانش المفروض ان الكود يرسم الكيرف بتاع طرمبة واحدة لحد هنا، كان المفروض انه يكمل بيه شوية عشان يوضح للناس ان في حالة حتى تشغيل طرمبة واحدة، في حالة المنسوب مجيء ليل بالليل، انا هشغل طرمبتين ليه؟ ما انا عايز ارفع المية ديت، وهكذا. برضه في حالة انه جاب طرمبتين مختلفين المنحنى، ادي طرمبة شغالة وادي طرمبة تانية اكبر منها، الاتنين جنب بعض على التوازي، يعمل ايه؟ فبياخد المسافة دي ويجمع عليها المسافة الكبيرة دي، المسافة دي واجمع عليها المسافة الكبيرة دي، تروح ممشياني لحد هنا وهكذا لحد ما اوصل للنقطة دي. ده تشغيل طرمبتين غير متمثلين. برضه نفس المشكلة هنا للأسف، إنه رسم السيستم كيرف أو البايبنج كيرف، رسمه بعيد عن نقطة النقطتين. يعني لو الترمبة دي اشتغلت لوحدها أو دي حتى اشتغلت لوحدها، مش هتطلع حد، مش هتطلع فلو خالص، لأنها النقطة التشغيل بتاعي لابد أن تكون عند تقاطع منحنى التشغيل مع السيستم كيرف، منحنى التشغيل مع السيستم كيرف، لكن هنا منحنى التشغيل دول مش مرسومين مع السيستم كيرف. دي حاجة لازم ننتبه لها في حالة عدم وجود، في حالة وجود أكتر من طرمبة شغالين بارلل، لابد إن نتأكد إن الطرمبة الأولى لازم على الأقل تلحق السيستم كيرف. لو ملحقتش السيستم كيرف هيبقى ملهاش لازمة، مش هتعرف تشغلها لوحدها خالص على الإطلاق. السيريس أوبريشن نفس القصة، في حالة عدم قدرة الطرمبة الواحدة على إعطاء الرفع المطلوب للمحطة لإتش لتصرف محدد كيو، فإنه يمكن تحقيق الرفع المطلوب عن طريق تشغيل طرمبتين أو أكثر على التوالي، على التوالي. بتضخ الطرمبة الأولى في خط سحب الطرمبة التانية زي ما احنا شايفين الشكل أهو، السائل داخل على الطرمبة الأولانية وخارج على سحب الطرمبة التانية وأدي طرد الطرمبة. تحقيق الرفع المطلوب عن طريق تشغيل طرمبتين او اكثر على التوالي، تضخ الطرمبه الاولى في خط سحب الطرمبه الثانيه وهكذا، ويجمع الرفع H1 للطرمبه الاولى على الرفع H2 للطرمبه الثانيه للحصول على الرفع الكلي ال H توتال عند التصرف Q، والشكل اللي موجود بيوضح ذلك. وبرضه جبنا هنا السيستم كيرف ورسمناه في حاله وجود طرمبتين، دول طرمبتين غير متمثلتين، فجمعهم على التوازي طلعوا هنا، والسيستم كيرف هو قابلهم، بقى دي نقطة التشغيل، الفلو هنا والهيد هنا. وكده نكون وصلنا لنهاية المحاضرة، لكشر 9، وإن شاء الله نتقابل في لكشر 10 اللي هنتكلم فيها إن شاء الله على البامب سيليكشن والباور كالكوليشن للبامبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.